بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا مع كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ومع باب الصبر من هذا الكتاب الكبير العظيم. والحديث الذي يتكلم عن قصة الصبي الذي تعلم وكان يتردد ما بين الساحر والراهب، وهو حديث مروي عن سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فبعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه، أي كان هذا الغلام في طريقه إذا سلك إلى الساحر، كان في طريقه إليه راهب، فقعد هذا الغلام الصغير إلى هذا الراهب وسمع كلامه. وكان إذا أتى الساحر، وبطبيعة الحال كان يمر بهذا الراهب ويقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه على التأخير، فشكى ذلك إلى الراهب، يعني أن هذا الغلام الصغير شكى هذا الأمر وهذا الضرب، شكى إلى الراهب، فقال له: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. وكان هذا في الحقيقة من الراهب، إما أنه كان في شريعة، كان هذا الأمر جائزا في شريعة من قبلنا، وبناء على ذلك يجوز مثل هذا الأمر من الصغير أن يقول لأهله: إذا تأخر حبسني الساحر، ويقول للساحر: إذا تأخر عنه حبسني أهلي. فالكذب في هذه الحالة مشروع، إما بناء على أنه كان في شرع من قبلنا في مثل هذه الحالات، وإما بناء على تقدير أخف الضررين. وتقدير أخف الضررين في هذه الحالة يوجب أن يكون الصبي الصغير أو الغلام أن يقول للراهب للساحر، وأن يقول لأهله مثل ذلك، فهو يقدر الضرر الأخف ويرتكبه دفعا للضرر الأعظم والأكبر. وكما هي القاعدة التي في الفقه الإسلامي، والتي تقول: دفع الضررين، دفع أخف الضررين بارتكاب أخفهما، دفع أحد الضررين بارتكاب أخفهما واجب، أو ارتكاب أخف الضررين واجب، وهكذا. فكان هذا الغلام الصغير إذا جاء إلى الساحر وقد تأخر، كان يعتذر إليه بأن يقول: حبسني أهلي. وكان إذا تأخر عن أهله يعتذر إليهم ويقول: حبسني الساحر. فبينما هو على هذا الحال وعلى هذه الحالة التي هو عليها، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فأخذ حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها بهذا الحجر فقتلها. ومن هنا علم هذا الغلام الصغير، علم أن أمر الراهب هو أحب إلى الله سبحانه وتعالى من أمر الساحر. ومضى الناس بعد أن قتلت هذه الدابة التي كانت تمنعهم من المرور. لكن في هذا بيان لهذا الصغير وهذا الغلام عن أفضل الرجلين عند الله سبحانه وتعالى، الساحر أو الراهب. فعلم بذلك الراهب عندما أتى إليه الصغير وأخبره، عندما أتى إليه هذا الغلام الصغير وأخبره بهذا الأمر، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني.
كرامات هذا الغلام الصغير قد ظهرت وبانت، وظهرت للراهب الذي يعلم وهو قريب من ربه عز وجل في أمر عبادته، وأنه بهذه الحالة قد يكون الدور قد انتهى بالنسبة للراهب. ولذلك أخبره بما سيستقبله في الزمن القادم من أنه سيمتحن وسيبتلى هذا الصغير ابتلاء عظيما، وعليه أن يصبر على كل ابتلاء يبتليه الله عز وجل به. ومن هنا فإن هذا الحديث يناسب هذا الباب الذي ذكره الإمام النووي، وهو باب الصبر في أن هذا الغلام الصغير سيبتلى ابتلاء كبيرا وعظيما. قال له الراهب: اليوم أنت أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي، لا تخبر أنني أنا علمتك وقربتك وعرفتك الأحكام وعرفتك العبادة الحقيقية الصحيحة. فكان الغلام من كرامات الله سبحانه وتعالى التي أفاضها عليه، كان يبرئ الأكمه والأبرص، كان يداوي الناس من سائر الأدواء بإذن الله سبحانه وتعالى وبقدرته. فسمع جليس الملك الذي كان قد أصابه العمى، سمع بأمر هذا الغلام الذي يشفي الناس بأمر الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يعلم أن هذا بأمر الله عز وجل. فاستدعى هذا الصغير وقال بعد أن أحضر له هدايا كثيرة، قال: إنما هنا من الهدايا هي جميعا لك إن شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما الذي يشفي هو الله عز وجل، هو الله تعالى. فإن آمنت أيها الجليس للملك، وهو كبير القوم وهو رأس في الملك، فإن آمن فبلا شك سيرتج القصر وسيرتج أمر الملك. فإن آمنت، الغلام يقول لجليس الملك: إن آمنت بالله تعالى دعوت الله تعالى أن يشفيك. فآمن هذا الجليس، آمن بالله سبحانه وتعالى، ودعا له الغلام بالشفاء، واستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة هذا الغلام الصغير وشفاه الله عز وجل. فأتى جليس الملك، أتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس قبل ذلك. فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ فقال: الذي رد علي بصري ربي عز وجل، لأنه آمن بربه ولم ينسب الشفاء إلى الغلام، إنما نسبه إلى الفاعل الحقيقي، إلى المؤثر الحقيقي، إلى الذي يشفي حقيقة، وهو الله عز وجل. فقال: الذي شفاني هو ربي عز وجل. فقال له الملك: أولك رب غيري؟ وكان الناس لا يعرفون ربا لهم إلا هذا الملك، وكانت حاشية الملك كذلك لا تعرف ربا إلا هذا الملك. فلما آمن جليس الملك وهو رأس في الحكم، فلما آمن استعجب الملك أن يكون هذا الجليس قد اتخذ ربا غيره. فقال له، قال الملك لجليسه، قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله، نعم، الذي خلقني وخلقك هو الله عز وجل، الذي يشفيني ويشفيك هو الله عز وجل، الذي يعطي ويمنع ويمنح هو الله عز وجل، ربي وربك الله. ولكن هذا الأمر بلا شك لو كان الملك سيصدقه سيأتي على ملكه وسيأتي على جاهه، وهو الذي يفهم الناس أنه لا رب لهم إلا هذا الملك. فأخذه، أي أخذ الملك الجليس، فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، لم يتركه هكذا، وإنما استعمل معه أصناف العذاب حتى يقول: من علمه هذا الأمر؟ ومن دله على الرب الآخر؟ ومن دله على
على الله سبحانه وتعالى. وهذا العذاب الأليم الشديد قد أثر في جليس الملك فدل على الغلام، فاستدعى الملك هذا الغلام وجيء به، فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال الغلام: قال أيها الملك، إني لا أشفي أحدا، إنما بطبيعة الحال الذي يشفي هو الله عز وجل، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه الملك فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، وكان الراهب قد وصى قبل ذلك، قد وصى الغلام بألا يدل عليه بحال إذا ابتلي، وأخبره بأنه سيبتلى في مستقبل الزمان، وأنه إذا ابتلاه الله عز وجل أنه يرجوه ألا يدل عليه بحال من الأحوال. لكن العذاب الشديد الذي وقع على الصبي جعله يدل على الراهب، كما كان العذاب الشديد هو أيضا دافعا لأن يدل جليس الملك على الغلام الصغير. فدل الغلام الصغير بعد هذا العذاب الذي عذب إياه، دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، امتنع، وابتلي الراهب ابتلاء شديدا قد لا يقدر عليه أحد من أهل هذا الزمان ولا من أهل الأزمان الآتية أو السابقة، لكنه ابتلاء شديد لا يصبر عليه إلا الأتقياء الأنقياء الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى برحمته. عن هذا الابتلاء إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون حديثنا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.